شخص لضحية اعتداء جنسي بدوري تعرضت لمجموعة من نهالت عليه مجموعة من التجاوزات الحقوقية، وللأسف من طرف من يدعون النضال، من يسمون أنفسهم وأنفسهن مناضلات ومناضلين ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان. للأسف اختار البعض، أو إن لم نقل الشريحة أو الأغلبية الساحقة ممن يدعون النضال، الانحياز والتطرف إلى شخص أو لطرف دون الآخر، والدفاع بشراسة. ربما هذا الدفاع لا يستجيب لما يدعونه من النضال، حيث شرعت الشريحة الأكبر من هذه الحقوقيين أو الحقوقيات في تخوين وتكذيب الضحية، وادعاء أن القضية هي قضية سياسية وغيرها من المزايدات والتأويلات التي كما قلت في العديد من التدوينات لا تصلح إلا سيناريوهات لأفلام كوميديا سوداء للأسف. فاليوم أنا كنت واجد هنا لرفع هذا الحيف والتحدث عن حقي وحق كل ضحية. اليوم قضية ليست قضيتي وحدي، بل هي قضية كل ضحية تعرض أو تعرضت لانتهاك حق من حقوق الإنسان. اليوم نحن نتحدث ليست فقط بصوتنا، ولكن بصوت جميع الضحايا. اليوم نحن هنا من أجل أن نقول أن هذه الطابوهات اللي تنتكلم عليها وتلقى واحد المنع واحد الهجوم من طرف المجتمع ومن طرف من يدعون النضال لا يرهبنا، وهذه التهديدات وهذا الهجوم والتشهير وغيرها من الأساليب والممارسات لا أخلاقية قبل أن تقول لا حقوقية، فلا تهيبنا ولا تخيفنا، ونحن على الدرب سائرون وسائرات. وشكرا لكم.